أمانة جدة تبدأ جولاتها الرقابية على مقاهي المعسل وتطبق القرار اليوم، والملكية الفكرية بلا حماية في السعودية، ومن هو صاحب فكرة ساعة مكة؟ هل أخذت الفكرة أم أنها فقط يعني حديث في المواقع والصحف؟ وأيضا نتحدث عن فتح مكاتب لحقوق الإنسان في سجون المباحث السعودية، ونتحدث أيضا عن بيان وزارة الداخلية. أهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا، وننطلق من أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات وأيضا أبرز تعليقات القراء على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج هلا من الصحافة السعودية. نتابع. المقال الأكثر قراءة لهذا اليوم من صحيفة عكاظ للكاتب خلف الحربي بعنوان العشوائيات في قلوبنا، يقول: دائما ما تشتكي أمانات المدن والبلديات الفرعية وخصوصا أمانة جدة من مشكلة الأحياء العشوائية. كلام جميل من الناحية النظرية، لأنه لا يمكن بناء مدن وفق أحدث المقاييس العصرية في ظل وجود أحياء عشوائية، ولكن ماذا لو علمنا أن الأمانة هي السبب الأساسي في تحول الأحياء التي تم تخطيطها حديثاً إلى أحياء عشوائية؟ ويرصد الكاتب شكوى بقوله: منذ أكثر من عام وأنا بمنتصف معركة مراسلات إلكترونية بين مواطن من سكان حي الطيبة الذي يرسل لي نسخ من شكوى أهالي الحي المقدمة إلى الأمانة بجدة، ليقوم المسؤولين بإرسال نسخ من ردودهم على المواطن إلي، وأنا أتفرج بذهول على العجز التام في الأمانة. تقول الشكوى الأولى أن هذا الحي تمت دراسة مخططاته من قبل أمانة جدة، ولم يتم الفسح إلا بعد أن تأكدت الأمانة من أن الأخطاء السابقة لن تتكرر، ولكن الحي اليوم لا توجد به إنارة داخلية، ليس به تصريف للسيول، لا توجد فيه تمديدات للصرف الصحي. الشركة التي أرست عليها شركة المياه بمئة مليون ريال سوف تقوم بتركيب الشبكة على نفقة المواطنين. ويكمل: بعد عام من الرسالة الأولى أرسل المواطن النشبة إلى معالي الأمين صوراً حديثة لجبال عديدة من المخلفات، مؤكداً أنه تم إضافة الكلاب الضالة إلى المشاكل الموجودة التي لم يتم حلها. ويعلق الحربي خاتماً: يا سلام، ظلام دامس، عمالة مخالفة، مستنقعات نتنة، جبال من النفايات، بعوض وكلاب ضالة. ألا توافقونني الرأي بأن العشوائيات القديمة كانت أفضل حالاً؟ المقال الأكثر تعليقاً من صحيفة الوطن للكاتب عبد الله فداق بعنوان نعم للتصور لا للتصديق، يقول: من أجمل القواعد العامة التي يستعملها أغلب الناس من مختلف التخصصات قاعدة الحكم على الشيء فرع تصوره، وهي قاعدة ابتدعها أول من ابتدعها علماء المنطق ثم أقرهم عليها علماء الفقه. الجميل في هذه القاعدة الجليلة مسائل كثيرة، من أهمها أن أغلب من يتبناها يرددها وهو لا يعرف أن أول من نطق بها هم المناطق الذين اختلف الشرعيون في الأخذ عنهم بين محرم وموجب. ويكمل الكاتب: من مفاتن هذه القاعدة الجميلة أنها أصبحت قانوناً عاماً لا يمكن إلا أن يراعيها اليوم أكثر من أمس وغدا أكثر من اليوم، من من الله عليهم بكثير الوعي أو قليله. وحقيقة الأمر تبين أن هذه القاعدة خير معين لمن أراد أن يجادل بالتي هي أحسن. التصور المقصود في هذه القاعدة يعني تقديم الهدف والاستيعاب والتفكر والإمام والإحاطة بالشيء قبل الحكم عليه، وبغير ذلك سيقع الواحد أو الجماعة في المحاذير الكبيرة
والأخطاء المخلة. ويضيف الفدعج: من المؤلم على النفس أن يوجد في مجتمعاتنا من يحكم على أمور الناس قبل تصورها، والأكثر إيلاماً أن يوجد من يصدق هذه الأحكام. اليوم وقبل أي يوم آخر لابد أن نؤكد جميعاً بمختلف تصنيفاتنا القبلية أو المناطقية أو الفكرية على أن حوار الفكر للفكر هو الذي يحمي بأمر الله تعالى الناس من العنف والتخندق في زوايا ضيقة. ويختم الفدعج بقصة من التراث، إذ يروي عن الإمام الشعبي أنه ذهب يوماً إلى القاضي شريح يزوره، وبينما هو جالس عنده حضرت امرأة تشكو إلى القاضي شريح ظلما وقع عليها، وكانت المرأة تبكي بكاء شديدا والدموع تنهمر من عينيها. فقال الشعبي: ما أظن هذه المرأة إلا مظلومة. فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. التعليق الأبرز جاء تحت اسم دكتورة زكية بخاري بقولها: ثقافة مهمة ومعرفة تحتاج للتعلم بالعلم النافع. بارك الله فيكم السيد الدكتور. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الحياة للكاتب عبد العزيز السويد بعنوان نضحك على بعض، يقول: أنا مدين بالشكر للأخوة الزملاء في صحيفتي الرياض والجزيرة. الحقيقة أنني استمتعت بما دار بينهما حول دراسة عن الأكثر انتشاراً قامت بها شركة لبنانية. وجه المتعة هنا جاء من كسر لأعراف صحفية سائدة بعدم نقد الصحف بعضها البعض، وإلى زمن قريب كان التدقيق في خبر منشور يحسب من الصحيفة كموقف ضدها. النقاش بين الصحيفتين ساهم في إخراج من الصندوق، ليس صندوق النقد الدولي بل صندوق قضايانا التي أطرحها. الأكثر انتشاراً لا تختلف كثيراً عن الجوائز المتوالدة كالشخصيات الأكثر تأثيراً والأكثر ثروة أو حتى متابعة في تويتر، والمراتب المتقدمة التي حصلت عليها جهات حكومية إلى آخره. والصحف هنا تقع فيما وقعت فيه الهيئة العامة للاستثمار في عهدها السابق والجامعة السعودية وغيرها من جهات انكشفت إنجازاتها، فالمصداقية في عالمنا العربي مقترنة بمستوى الشفافية، ولا تختلف عن ذلك كثيرا الجوائز التي تمنحها منتديات من بلاد تعتمد على السياحة أو السياسة، لأن الغرض منها الترويج للبلاد نفسها أو مصالحها من خلال حفل تسلط عليه الأضواء. والنصيحة إن كان هناك منصت لها تتلخص في التوقف عن نشر كل ما يتعلق بالأكثر توزيعاً أو تأثيراً أو نجومية أو ريادة أعمال أو قدرات إدارية فذة، فلم تكتشف إلا من شركة علاقات عامة، لنترك الجمهور دون محاولة السطو على ذائقته أو السماح باستغلاله أو الادعاء بمعرفة دواخله، والأعمال تثبت نفسها من دون حاجة للرقص حولها، لنتوقف عن توفير فرص لآخرين أغلبهم في الخارج تتلاعب بإعلامنا. ونشاهد مقطع اليوتيوب الأكثر تداول في السعودية والهاشتاج الأنشط عند المغردين والمغردات السعوديين والسعوديات، وقبل ذلك الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية، نتابع. الكاريكاتير الذي اخترناه لكم اليوم من صحيفة عكاظ الذي يصور فيه حسين بسويد بريشته تضاريس شوارع جدة التي تنقسم إلى مسطحات مائية ومرتفعات جبلية بالإضافة إلى المنخفضات والأودية. من الهاشتاجز الأكثر نشاطاً على تويتر أشياء يحتاجها الحاج، يتحدث عن المشاركة في ذكر ما يحتاجه الحاج والحاجة من ضروريات إن لم يسبق لهما الحج. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة على اليوتيوب حكاية حب وزواج، فيديو مترجم عن قصيدة بالإنجليزية تخص الزواج والحب في مجتمعاتنا الإسلامية. We're so afraid of commitment, but have no problem with damaging. She has your kids now, but you're still not even contemplating the possibility of marrying. See, this is what happens when we neglected Allah's best examples. You called her Mary, we call her Mariam.
A woman who was perfect since birth. The best to walk the skies and the best to walk the surfaces of earth. The most exalted of all women. That's why she was dedicated an entire chapter in the Holy Quran, the final revelation, which there'll be none after. ونتابع نشرتنا من أيضا أخبار السعودية، ولكن هذه المرة بالأرقام وليس بالكلام. ثلاثة آلاف حالة توظيف وهمي في التأمينات الاجتماعية، 375 مليار ريال قيمة مشاريع البنى التحتية في السعودية بزيادة سنوية تبلغ 4% حتى عام 2015، 40 مليار ريال سنوياً خسائر عدم تدوير النفايات بالمملكة، 9244 مرشحاً ومرشحة في برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، 7685 مليار قيمة 4000 صفقة سجلها المؤشر العقاري في 5 مدن، 25,000 فرد عدد القوى العاملة في مؤسسات الطوافة، 90 موقعاً إلكترونياً محظوراً تم إغلاقها الأسبوع الماضي في المملكة، 5% من سكان الشرقية مصابون بأمراض القلب. حضر صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود افتتاح قمة أبوظبي للإعلام الثالث المقام في أمارة أبوظبي، التي تهدف إلى إنشاء حوار عالي المستوى في مجال الإعلام والاتصال وفتح أبواب الاستثمار والتسويق في كل من جنوب أفريقيا والشرق الأوسط والصين وأسواق إعلامية عالمية مختلفة. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. حضر صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة افتتاح قمة أبوظبي للإعلام الثالث المقام في إمارة أبوظبي يوم الثلاثاء الماضي تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. جمعت القمة قادة الإعلام العالمي والناشئ هادفة إلى إنشاء حوار عالي المستوى في مستقبل التلفزيون والهاتف والإنترنت والفرص والتحديات من خلال هذه الوسائل. وتتضمن استثمارات الأمير الوليد في القطاع الإعلامي محلياً ودولياً عن طريق شركة المملكة القابضة الشركة السعودية للأبحاث والنشر، والتي تمتلك شركة المملكة القابضة فيها حصة قدرها 29.9%، وشركة نيوز كورب العالمية التي تمتلك شركة المملكة القابضة فيها حصة قدرها 7% تقريباً من الأسهم العادية. فاصل ونعود لكم بعد قليل. بدأت أمانة محافظة جدة اليوم بزيارة للمقاهي المعسل في المحافظة للتأكد من تطبيق القرار القاضي بمنع تقديم المعسلات أو الشيشة للزبائن. وأكد الحقيقة ملاك هذه المقاهي أن الأمانة لم تمهلهم إلى حين تحسين أوضاعهم، ولعلكم تتذكرون ناقشنا في فترة ماضية هذا الأمر. الناس الطالب والمستثمرين يعني يقولون أنتم الآن جايين تمنعون القرار منكم لنا بالتصريح أن نقدم معسلات، أعطونا فرصة سنتين ثلاث نعوض خسائرنا نتلافى ذلك، لكن إلى الآن الأمانة مصرة على تنفيذ القرار في تكتل من قبل التجار. خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش مع أحد الملاك وآخر التطورات في هذا الملف. استمرار تنفيذ قرار إيقاف المطاعم والمقاهي من بيع المعسل والشيشة خلف جوا من البؤس للمستثمرين في ظل غياب كبير وملحوظ، حتى أن نسبة 60% من هذه المشاريع قائمة ومعتمدة على بيع المعسل والشيشة أكثر من المأكولات التي تقدم. القرار هذا تسبب في أضرار للمستثمرين اللي ماخذين قروض،
من البنوك لفتح مثل هذه المشاريع عليه أقساط شهرية ما يقارب 20,000 30,000 على حسب نوع القرض والسداد الشهري مع البنك. في ظل هذا الأمر صعب جدا سداد مثل هذه القروض، إما أنه تعوضه ماديا أو أنك تعطيه مهلة فترة التصريح اللي أخذ فيها للمكان أو القائمة على الفترة الزمنية على التصريح. مخاوف مستثمرين واجتهاداتهم ربما ستجدي نفعا وربما أن سعيهم وأحلامهم ذهبت سدى. أنا أشوف أن القرار خاطئ كبير جدا، وأنه كمان جاء في يوم وليلة حتى كمستثمرين تانيين أنه يفتحوا أماكن ثانية أو أنه يروح للصناعية. أنا عن نفسي ما أقدر أروح للصناعية، طبقة جدا سيئة هناك، تدخل بين ورش وبين عمالة انك انت عشان والله تشوف مباراة ولا تشرب شيشة جدا صعبة. البحر زي ما انت شايف انه كمان حتى البحر مغلق كمان، يعني او انك تروح اماكن للعوائل. طب نحن بنطلع اصحاب شباب فين نروح يعني؟ ما ادري يعني، قرار انا اشوفه خاطئ. الجدير بالذكر أن المستثمرين في قطاع المقاهي ومرتاديها يرغبون في معرفة الأسباب التي تم منعهم من إنزال مثل هذه الطلبات، وماذا سيحدث؟ هل سيستمر قرار المنع أم أنها سحابة صيف؟ والله هو يعني قرار إنه غلق المقاهي كلها طبعا في جدة، لا يعني أنا أشوفه بالنسبة لي غلط، يعني على الأقل يحددون أماكن معينة ووسط جدة نفسها للمرتدين. يعني مو معقول أطلع أنا برا جدة عشان مثلا كم كيلو؟ أنا ما أسمع عن القرار الجديد. يعني أطلع برا جدة كم كيلو عشان أشي شرقيلة وارجع، أو أنا وأولادي أشي شرقيلة وارجع. على الأقل يحددون أماكن معينة تمام يتصرح فيها وأماكن تغلق. كانت المفروض ينزل بس لكن ما كان بهذا النظام إنه فجأة يلغي فجأة، كان المفروض يعطيها مدرجة يمنع في بعض الأماكن المغلقة يخليها في الأماكن المفتوحة. فأنا أشوف أنه ما هو وين الشباب تجمع، يعني هذه الكافيهات صارت مجمع للشباب. لبرنامج يا هلا، عبد الله يحيى، جدة. شكرا عبد الله، حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد الناصر، وهو أحد ملاك مقاهي من المقاهي في جدة اللي تقدم المعسل والشيش وفق أيضا تصريح حسب ما قالنا خلال الإعداد. بداية، هل أغلقتم المقهى الخاص بكم بحسب تحذيرات أمانة مدينة جدة أم توقفتم عن بيع المعسل فقط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نعم توقفنا عن بيع المعسل، لم نغلق الكافيه طبعا، لكن توقفنا عن بيع المعسل، والذي يشكل تحديدا يعني من مبيعات المقهى ما يصل الى 60 الى 65% من دخل الكافيه اليومي. طبعا احنا لدينا تصريح واضح من قبل الامانه، مده هذا التصريح 3 سنوات، صادر من 3 اشهر قريبة. طبعا حجم المشروع كلفنا تقريبا في حدود 10 ملايين ريال لإقامة هذا المشروع، وعلى ضوئه طبعا احنا حصلنا على هذا التصريح وتم دراسة هذا المشروع بناء على أنه راح يعني نقوم بعملنا خلال 3 سنوات القادمة. نعم. طيب الآن أنتم إيش آخر التطورات؟ يعني هل تحركتم قانونيا عن طريق محامين؟ هل انتم في سمعت ان في تكتل لكم انتم الملاك؟ اي نعم حصلت ان احنا اجتمعنا بلجنه الضيافه في الغرفه التجاريه. نعم. يعني شكلنا لجنه من مجموعه الكافيهات، رشحنا لجنه معينه وتم الاجتماع مع لجنه الضيافه في الغرفه التجاريه، وعملنا مسودات قرار ومعروض وصل إلى رئيس الغرفة التجارية الشيخ صالح كامل، والذي بضوء وعد أنه راح يتابع الموضوع مع الجهات المعنية خص الأمانة طبعا بالذكر. وطبعا إلى الآن لم يردنا أي ردود أو أي تفاصيل صراحة عن إيجابية عن هذا القرار المفاجئ طبعا. نعم.
عموما احمد الناصر احد ملاك المقاهي هناك، شكرا لك. طبعا انا لو تسمح لي استاذ علي. تفضل. لو تسمح لي استاذ علي، طبعا انا احنا المصيبه والكارثه اللي احنا فيها الان انه احنا من تاريخ اتخاذ القرار من اسبوعين سابقه احنا دخلنا في خسائر فادحه بالنسبه لنا احنا على مستوانا الخاص وصلت الى نصف مليون ريال. احنا الان السؤال اللي يطرح نفسه، من الذي سيعوضنا هذه الخسائر؟ وهل الامانه نظرت بعين الاعتبار عندما اتخذت هذا القرار؟ ما هي ردود فعل المستثمرين في هذا المجال؟ وما هي الاضرار التي راح تترتب عليها؟ انا برايي واضح انه قرار غير مسؤول ولم يتم دراسته بشكل صحيح، والدليل على ذلك انه عندما تم اتخاذ هذا القرار تم منحي قبل هذا القرار تصريح من 3 أشهر، هذا دليل كبير جدا على لا توجد هناك أي دراسة، والتصريح مدته 3 سنوات. نعم. الآن من منبرك يا أستاذ علي تسمح لي أن أنا أطالب بتعويض الخسائر تصل ما فوق 10 ملايين ريال. نحن الآن في نزيف خسائر مادية وبشرية. احنا طبعا من تاريخ القرار حتى اليوم تم فصل 14 موظف من بينهم 5 شباب سعوديين. هل الأمانة اكترثت لهذا القرار؟ أجبرتني الأمانة أني أنا أتخذ مثل هذا القرار وأنا ما كان في حساباتي ولا كان في أجندتي. ونحن الآن إلى الآن للأسف الشديد ما في أي شيء واضح، ما احنا عارفين إيش مصير هذا القرار وإيش تداعياته وإيش راح يترتب عليه. نحن كمستثمرين عايشين في وضع مجهول. نعم. الآن إحنا اقترحنا على الأمانة في الوقت اللي المفروض الأمانة تكون طرحت دراسة من هذا النوع، واكتفينا يعني طالبنا من خلال الغرفة التجارية أوكي، وللأسف لأنه الأمانة لم تتجاوب معنا ولا عندها أي استعداد أنها تسمعنا أو تتجاوب معنا. نعم. اقترحنا أنه على الأقل نحن نكمل فترة التصريح المصرحة عن طريقهم، لكن أنه يأتي القرار هذا جزافا وننحط يعني وكأنه هذا القرار لابد أنه نحن نستسلم وخلاص ونرضى بكل الأضرار وكل النتائج اللي راح تتغتب عليه. شكرا لك استاذ احمد الناصر. اخوي علي نعم. بصراحه شديد وصلت الفكره عشان الوقت. شكرا لك اخوي احمد، مطالبتك بالتعويض قلتها منذ البدايه. الحقيقه انا بس عندي تعليق بسيط لهذه المشكله ويمكن اشبعناها بحثا في حلقه ماضيه. يعني هو عموما شيء معيب جدا هذا التخبط اللي قاعد يصير في البلد. أول شيء أعيد وأكرر، مشكلة ما تتعلق بمعسل ولا غير معسل، الصحة مهمة وكل شيء، ولكن أنا بعطيكم أمثلة تدل فعلا الطاسة ضايعة. يعني مثلا في دراسة جدوى في شيء، المحزن في القصة أنه عندما تأتي القرارات آخر ما يعني الوزارات والمسؤولين هذا المواطن البسيط، يعني أنه خسر تكلف يمكن باع اللي وراه واللي قدامه على أساس يسوي ذا المشروع، لا يعنيهم. مسألة التعويض هذه غايبة جدا، يعني غايبة يعني بأي ذنب هذا المستثمر اللي وافقت له الأمانة وبالتخصص وتقديم معسلات وبنى المشروع على هذا الأساس وهذا التصريح، ألا يستحق هذا التعويض؟ إذا كنا في بلد يحترم الإنسان ويطبق القانون لابد أن يعوض كل الناس، لأن هذه الجهة التي منعت هي الجهة التي صرحت وسمحت، عليها أن تراعي مسألة التعويض. لا يعقل اليوم أيضا كنا ناقشنا قبل فترات ماضية الجامعتين اللي قفلوها، واحدة في الرياض واحدة في جدة، عاد الجامعة هذه تقدم شيء سيء مو سيء إلى آخره، أصحابها سيئين كويسين، هذا ليس الموضوع الرئيسي. تعالوا نشوف الموضوع الرئيسي، من سمح لهؤلاء الملاك يعني أصحاب الجامعات بالسماح وجلسوا 4 سنوات؟ تو وزارة مثلا التعليم العالي تكتشف انه 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 ذولا سيئين وانهم يعني يقدمون شيء سيء، وانه طيب هذول الطلاب لما يشوفون اللوحات وتصريح من وزارة التعليم العالي معنى ذلك ان الامر مشرعا، يعني
يعني وجودها شرعي هذه الكليات. ومن هذا المنطلق يتم أيضا الدخول في الجامعة ومباركتها وفي مراسلات معها. إذن أنت وزارة التعليم العالي أعطيتي صبغة شرعية لهذا الموضوع. ما ينفع بعد 4 سنوات تكتشفين أنها سيئة. طيب اكتشفت أنها سيئة هذه الجامعة، طيب كيف بتسوون في الطلاب؟ حالة من الفوضى. ثم يأتي بعد ذلك أحد يقول إحنا استوعبنا الطلاب السعوديين. طيب والطلاب غير السعوديين؟ يعني أليسوا بشر؟ هذول الناس لو إحنا السعوديين صار لنا موقف في أمريكا ولا في أي بلد ثاني، أسألكم بالله راح يرضيكم مثلا أو في أي بلد آخر أنه والله راح يستوعبون الأمريكان السعوديين أن تدبروا أنفسكم؟ هل هذا منطقي؟ أنا دائما أقول أنه القانون هو اللي ينظم حياة الناس ويخلينا نحترم بعضنا ويخلي الناس يحترموننا أيضا. عموما عندنا مواضيع كثيرة الليلة، موضوعين باقي، راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. كان يعطيني وصفة ضيفنا بس على الموضوع شوي ثاني مختلف. أهلا وسهلا فيكم. لا يزال الكثير حقيقة من السعوديين يشكون من عدم وجود جهات حكومية أو أهلية لحماية الملكية الفكرية، إضافة إلى حفظ حقوق المواطنين من الضياع أو السطو من جانب الآخرين، مطالبين بالتصدي لظاهرة السرقة الأدبية عبر قوانين صارمة ورادعة أسوة بالدول المتقدمة في هذا الشأن. وأيضا نرجع وندور حول القانون وتنظيم العلاقة. موضوع الملكية الفكرية يعني عندنا في مشكلة كبيرة، وأيضا غياب القانون يعني سبب. عموما نشوف هذا التقرير لزميلي عزام الخديدي ثم نعود للنقاش. أظهرت دراسة أجرتها غرفة التجارة الدولية في عام 2011 في مجال حقوق الملكية الفكرية أن حجم الخسائر الناجمة عن عمليات القرصنة والسطو على الأفكار ستصل إلى نحو 1,700,000,000 دولار بحلول عام 2015. في السعودية وحدها يبلغ حجم الخسائر السنوية الناجمة عن السطو على الملكيات الفكرية نحو 10 مليارات ريال، وتنظر لجنة مخالفات براءة الاختراع إلى نحو 300 قضية سنويا. طبعا أنواع القرصنة قد تختلف، يعني ممكن من خلال إعادة الإخراج، من خلال إعادة التطبيق بإخراجها بشكل جديد، ترجمتها من لغة إلى لغة. هنا تتشابك الأمور. حسب المعاهدات الدولية لابد أن يسجل براءة الاختراع في بلده، في وطنه. بعد ما يسجل الوطن له حق أنه يسجله في بقية الدول اللي هي موقع على الاتفاقية، وتقريبا هي بحدود 100 دولة. في المقابل يرى البعض أن قوانين حماية الملكية الفكرية في السعودية لا زالت غير رادعة وغير مفعلة على أرض الواقع. طبعا في مدينة الملك عبد العزيز هي في لجنة مختصة من 3 قانونيين واثنين فنيين، يعني ينظروا في هذا في موضوع نفس السرقة نفسه. وبعد دراسة اللائحة المقدمة بوصف صفة السرقة يحكم، طبعا تم الحكم فيها، وبالتالي يصبح الحكم ملزم. يرى البعض بأنه مسألة الحقوق الملكية الفكرية وسيلة من وسائل الحول دون تنعم البشرية بما توصلت إليه الإنسانية، بالذات على أيدي الغربيين. وكانت وزارة التجارة توعدت منتهكي الملكيات الفكرية بتغليظ العقوبات عليهم، وذلك عقب إزالة اسم المملكة من قائمة الدول الأقل حماية للملكية الفكرية. عزام الخديدي لبرنامج جاهلة، روتانا خليجية، جدة. حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو المحامي المستشار القانوني الاستاذ سلطان بن عبد الله العنزي، وينضم لنا من استديوهاتنا في جده استشاريه طب اسنان الاطفال الدكتوره عبير النمنكاني، وايضا لها الحقيقه تجربه في هذه القضيه، يعني مهم نسمعها. ايضا يشاركنا الحوار الاستاذ نايف مطير العنزي، وهو
أحد المتضررين من ضياع الملكية الفكرية، وهو صاحب القصة التي تداولتها المواقع والصحف السعودية، وهو أنه هو صاحب فكرة ساعة مكة. أبدأ مع ضيفي أستاذ سلطان، كيف تقيم موضوع الملكية الفكرية عندنا في السعودية؟ الناس تشكي كثير الحقيقة، وفي أمور راحت، وشكلنا احنا بايخ صار عالميا يعني في هذا الجانب. هو دائما الملكية آخر الفكرية آخر التطورات تقصد فيه يعني هاي التطورات آخر التطورات اللي حصلت في البلد حاليا، اللي هو ضعف الجهة القضائية في تنفيذ نصوص النظام في أنظمة خاصة في الملكية الفكرية لحماية حقوق المؤلف وبراءة الاختراع، وأيضا فيه نظام خاص بالأسماء التجارية والعلامة التجارية. كل هذه تعتبر حزمة لبراءة الاختراع أو الملكية الفكرية، لكن المملكة وضعت هذه الأنظمة ولم تضع لها آلية للتنفيذ أو وضعت جهة رقابية لتنفيذها، وإن وضعتها فهي ضعيفة. يوميا لو مريت على حراج الكمبيوتر ترى كثير من الأشخاص الذين ينتهكون هذه الحقوق والملكيات ببيع السيديات من برامج بأبخس الأثمان، في حين لو تجد أنها في الشركة الأساسية ب 500-600 ريال وهم يبيعونها بعشرات الريالات. وهذا دليل واضح على عدم وجود الرقابة بل الانفلات في هذه المسائل وعدم مراعاتها. وهذا يعود لسبب رئيسي وجوهري، أن الدولة السعودية هي ليست دولة مصدرة وليست دولة مصنعة. دائما الدول المصنعة والمصدرة هي اللي تسعى إلى حماية هذه الملكيات الفكرية والحماية لها، لأنها هي المصدر الأساسي لدخلها، وبالتالي تضع لها القوانين. ومن هذه الاتفاقيات اللي نصت عالميا هي اتفاقية تريبس والمملكة العربية السعودية واتفاقية باريس كذلك، المملكة العربية السعودية هي طرف بها. لكن دائما الدول النامية ودول غير المصدرة والمصنعة لا تسعى أو لا تحرص دائما على مثل هذه الحمايات، لأنها ليست مصدر أساسي في دخلها الاقتصادي. نعم. طيب خليني أروح لنايف مطير العنزي. أستاذ نايف مساك الله بالخير. مساك الله بالرضا. نعم، ودي تروي لي قصتك أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أنا في عام 1420 أبديت فكرة لصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز رحمه الله حينما كان أمير لمنطقة مكة المكرمة، فقلت له يا طول العمر مكة تحتاج إلى ساعة، فجزاه الله خير وأسكن الله عظام الجنة، قال لي اكتب خطاب حتى انك يعني نحفظ هذه الفكرة لك. فكتبت الكلام هذا وأسند الى سعادة الدكتور الفايز في ذلك الوقت، وما قصر، كتب الأمانة العاصمة المقدسة، وراحت الأيام. الا اني بعد يمكن قبل 4 سنوات تقريبا وصلني خبر افتتاح مقر ساعة مكة في مكة على شرف خادم الحرمين الشريفين وملقي الخطاب معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف. فتفاجأت الحقيقة، وأكثر ما يعني أزعجني إنه ظهر اسم دكتور ياسين الشوك فرنسي من أصل فلسطيني إنه هو صاحب الفكرة. فالحقيقة انزعجت أنا في الكلام هذا. اي لا بس خلينا نعم بس خلينا نوضح بس شوي. انت الان فكره قلت مكه يبغى لها ساعه، بس هل انت صممت نعم. المشروع التصميم هذا تصميم والفكره وتفاصيلها، هذا الشكل اللي ظهرت عليه اليوم الساعه انت لك علاقه فيه؟ لا والله هذا الكلام ارسل بخطاب من اماره مكه الى امانه العاصمه المقدسه لدراسه الموضوع والافاده. طيب. هذا الكلام اللي حصل، أنا مجرد وضعت فكرة إن مكة المكرمة تحتاج إلى ساعة. طيب. مماثلة لساعة بيج بنك وساعة برلين. نعم. هذا اللي وضعته أنا. طيب أنت الآن صح. الآن بعد ما انزعجت وشفت أنت الخطاب الافتتاح وكل شيء وما يعني نسبت مثلا الفكرة لغيرك، إيش سويت أنت بعدها؟ والله بعدها حقيقة يعني تقدمت إلى أمارة مكة وتقدمت إلى إيش قالوا لك خادم الحرمين الشريفين، وتقدمت ما يعني حقيقة ما خليت مكان. طيب وش الرد، إيش ردوا عليك؟ والله الأمير نايف الله يسكن عظامه الجنة هو اللي أنصفني تبقى صحيح،
وهو اللي وصل معاملتي إلى أنها تصل الآن إلى الجهة اللي وصلت إليها الآن. فتقدمت إلى ديوان المظالم الآن، وصلت إلى أني غدا بكرة إن شاء الله عندي جلسة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة. نعم طيب. والهدف كله أني أخذ الحق الفكري، يعني صاحب فكرة مكة أكون أنا مو هو بالفرنسي. طيب هذا اللي أفكر فيه أنا، ولا يهمني الأمور الثانية. نعم دكتور عبير أهلا وسهلا بك. لديك تجربة تتعلق بالسطو على أحد مشاريعك في بريطانيا ونجحت في كسب القضية، أروينا القصة اللي حدثت ومتى كانت؟ مساء الخير وتحية حلوة من جدة لكل المشاهدين في السعودية وفي الوطن العربي. أهلا وسهلا. القصة بدأت عام 2009. أنا بدأت مشروع الدكتوراه تبعي في كينغز كوليج لندن واشتغلت عليه لمدة سنتين. فطبعا كان البي اتش دي حقي كان كلينيكال، يعني انه يكون اشوف مرضى وكذا. خلال السنتين هذه المشرفة تبعي كانت رافضة انها تعطيني فرصة اني ادخل عيادات او اشوف مرضى، كانت دائما تلهيني باعمال مكتبية باشغال ما لها علاقة بالدكتوراه تبعي. فعديت المرحلة الابجريد اللي هو من الام فيل للبي اتش دي، عديتها بنجاح. فرحت قلت لها خلاص يعني انا دحين بي اتش دي اوفيشيالي وبدي اشوف مرضى، فما رفضت نفس الطريقة رفضت. فصار في مشاكل اضطريت اني اغير الجامعة واروح لليونيفرسيتي كوليج لندن، هذه طبعا افضل ثالث جامعة على مستوى العالم، يعني افضل من كينغز كوليج لندن بمراحل. طبعا الحمد لله هناك كملت البحث نفس المشروع تبعي. كان المشروع هو ليش هي سرقت المشروع تبعي، لانه كان فكره نادره، كان اول اختراع لعلاج الخوف من الابر ومن طبيب الاسنان. بعد كده انا فكرت اني اطور مقياس لقياس الخوف من طبيب الاسنان وصار باسمي معيار عبير الذهبي. طبعا اتصلت على الايثيك كوميتي، احنا يعني اي بحث يخص مرضى لازم يكون فيه له ايثيكال ابروفل. اكتشفت انه قالوا لي انه هذا البحث خلاص ما هو باسمك. طبعا بعد الاتصالات والتحريات من بين الجامعتين وبين الايثيك كوميتي وكذا اكتشفت انه هي اتصلت على الايثيك كوميتي وقالت لهم الان هذه الطالبه تركت الجامعه رجعت بلدها وخلاص يعني انا البحث يسجل باسمي. سوالي صدمة طبعا، كانت أسوأ فترة في حياتي مرت، يعني إنه كيف كده شغل سنتين ويروح علي، لأنها هي بروفيسورة فكلهم كانوا يقولوا لي يعني هذه بروفيسورة بريطانية وإنتي طالبة أجنبية، يعني كيف حتشتكيها وكيف حتكسب القضية. لكن الحمد لله توكلت على الله وصبر، يعني بالصبر الجامعة كثير دعمتني يونيفرسيتي كوليج لندن، وأحب أتوجه بالشكر لمشرفي دكتور بول أشلي كثير دعمني، وسوينا شكوى رسمية خطية ضد هذه المشرفة. والمشرفة على فكرة اسمها ماري تريز هوزي، يعني أنا أنصح كل الطلبة السعوديين اللي بيقدموا دكتوراه لا يروحوا كينغز كوليج الدنتال. خلينا في قضيتك، لأن هي شوف يعني أوكي هي سارقة، سرقت بحثي فخلاص يعني هذا كده بالعربي، غير العنصرية غير إنها يعني متحيزة ضد الطلبة العرب. نعم طيب بعد ذلك أنت لجأتي إلى المهم ايوه لجأت للاشياء القانونيه طبعا. نعم. اتحاد الطلبه والجامعه دعموني وسوينا خط شكوى رسميه. طبعا استنيت 6 شهور ما قدرت يعني اكمل الدكتوراه تبعي لغايه ما تنتهي القضيه ولغايه ما هم يردوا زي كذا. والحمد لله يعني في النهايه يعني هي حاولت كثير حتى مع مشرفي في الجامعه الثانيه اني اتنازلها على البحث بعد ما كسبت القضيه، لانه البحث جدا مهم. طبعا انا رفضت اني اتنازل لها على البحث، والحمد لله البحث هذا فاز ب5 جوائز دوليه واهمها من الكليه الملكيه للاطباء والجراحين، وعلى فكره انا اول عربيه تفوز في تاريخ هذه الجائزه، ولي الشرف اني اكون كمان اول سعوديه. نعم. بجائزه الكليه الملكيه للاطباء والجراحين، وفزت ب5 جوائز ثانيه اخرى بنفس المقياس، والان الحمد لله مقياس عبير الذهبي وطريقتي لعلاج الخوف صرت الخبيرة الأولى عالمياً باعتراف جامعة لندن في علاج الخوف من طبيب الأسنان لدى الأطفال، وتسجل الآن الحمد لله في الأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال سجل. نعم. والحمد لله بعد ما انشهرت وصرت أفوز بجوائز وأبحاثي نشرت الحمد لله، جاني ترشيح مرتين لرئاسة مركز الأبحاث في أمريكا،
والآن أنا أكاديمية مرشحة، سوري أنا محكمة في الأكاديمية الأوروبية لطب الأطفال، يعني أراجع كل الأبحاث قبل ما تنشر وأصححها وأحدد هل هي تنشر أو لا تنشر. نعم. جاتني هذه الفرص الحمد لله لكل دي الوظائف في أوروبا وفي أمريكا، لكن رغم كده أنا رفضت كل دي العروض وفضلت أني أرجع بلدي السعودية، لأنه بلدي تحتاج تخصصي، بلدي تحتاج خبرتي في الأبحاث، وحابة أني أسعى في تطوير إن شاء الله وفي في في عجلة التنمية في بلدي، فرفضت كل دي العروض اللي في خارج الوطن ورجعت للوطن. نعم هو شو نعم دكتورة عبير إن شاء الله دائما تصرى. أنا كلامك ما قطعتك فيه لأنه أنا سعيد بهذه المنجزات الحقيقة، على الرغم أني أنا ودي بس نوصل للمشاهد كيف انتصرتي قانونيا، رغم أنها هي بريطانية، أنت سعودية في بريطانيا، كيف قولي لي كم الفترة وكيف اكتشفوا أنه فعلا البحث لك وكيف تحركتي قانونيا بس بشكل سريع. أوكي أنا 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 قلت لك أنه الفترة اللي استمرت فيها الشكوى 6 شهور. ست شهور كانت المدة لين كسبت القضية. كانت الشكوى عن طريق اتحاد الطلبة في الجامعة وعن طريق الإثيك كوميتي. لجنة الإثيك كوميتي هذه يعني هي اللجنة القانونية، هي اللي يعني تحكم هذا البحث لفلان أو لعلان. البحث أنا كنت الشيف انفستيجيتر، يعني أنا كنت الباحث الأول وصاحب هذا البحث. لما قلت لك لما أنا نقلت هم اكتشفوا إن هي اتصلت وكذبت، قالت هي رجعت بلدها وخلاص أنا مسؤولة عن البحث. نعم. وسجلته باسمها. لما نتأكد أني أنا موجودة في بريطانيا وأنا بشتغل على نفس الموضوع وفي جامعة أخرى، طبعا يعني البحث رجع لي الحمد لله. وبعد كده صار حكاية العقاب، يعني قلت لهم يعني إحنا في دولة متقدمة وفيها قانون وهذه ملكية فكرية وهي سرقتها، يعني سوت شيء غلط المفروض تتعاقب عليه. صار يعني عارف جوني البروفيسورز الثانيين من جامعات ثانية وقالوا لي خلاص يعني أنسي دحين فكرة العقاب والحمد لله أنت انتصرتي أني رجع لك بحثك، ركزي وكملي في مشروعك. والحمد لله كملت وقلت لك يعني بعد كده اتفتحت لي أبواب، ربي عوضني يعني بجوائز دولية وترشيحات نعم. وأشياء عالمية مرة حلوة يعني الحمد لله. نعم راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم، لازلنا نتحدث عن الملكية الفكرية. سمعت نايف طبعا نايف، وسمعت ايضا والدكتور عبير. الاستاذ نايف هو قدم فكره والفكره هذه لم تكن يعني وليده اللحظه ولا جديده، في مكرره يعني في كثير من الدول، وقدم هو اقتراح لإمارة المنطقه وإمارة المنطقه اخذت بدراسه الموضوع واحالتها الى جهه مختصه بدراسه التصاميم واعداد الرسومات وبعد ذلك نفذتها على أرض الواقع. فصاحب الملكية الفكرية هنا هو صاحب التصاميم أو صاحب المجسم الذي أنشأ ووضعه على أرض الواقع، وبالتالي أصبح المعيار عندنا حتى في كثير من القوانين هو الفعل المادي، وجود الشيء ماديا هذا هو الذي يعنى بالحماية الملكية الفكرية، فغير ذلك الأفكار والخواطر لا يمكن حمايتها. يعني مو بكل أحد قال فكرة ممكن أنه هو يقاضي الناس، لا يمكن، مهما كانت الفكرة إلا إذا كانت في بعض الأفكار اللي تكون وليدة اللحظة وليس لها تكرار وليس لها مثيل سابقا، لكن يجب أن يعمل على تطويرها وعلى إيجادها على أرض الواقع. قد يأتيك بفكرة ولكن لا يعني يعمل بها شخص آخر، الشخص الآخر هو صاحب الملكية، هو صاحب النتاج الذهني، هو الذي حولها من فكرة إلى أرض الواقع، وبالتالي هو الذي يجب أن يستفيد من هذه الملكية الفكرية. الملكية الفكرية هو عبارة عن المال، هي حماية المال، الفكرة هي مال، ولذلك أصبحت ملكية فكرية، ملكية المال مثل الملكية الصناعية، وبالتالي لها الحماية المالية والحماية الفكرية والحماية الصناعية، هي ملكية واحدة يعني حماية واحدة في قالب واحد. تخيل قصة عبير في السعودية تطول أيامها وسنينها حتى تأخذ حقها. والله كويس يا دكتور عبير أنه صارت لك في بريطانيا. أنا قلت لك من بداية الحلقة أن هذه الدول تهتم في حماية حقوق الملكية الفكرية لأنها يعني تقوم بإنتاج بحوث ومعامل تطور هذه هذا الدخل الاقتصادي الدولي للدولة، وبالتالي لابد أن توفر له الحماية القانونية. لو كانت الدولة عندنا تهتم في هذه المسألة وهذا الشأن
لا وضعت لها الحماية القانونية. الحماية القانونية موجودة لكن لم تنفذ. القضاء في هذا الموضوع الله بالخير، والقضاء يعني هم هو قضاة، هناك لجان للأسف يعني لجان، مع أن النظام القضائي الحديث اللي صدر عام 28 بأمر مالكي بضم جميع اللجان القضائية وتوحيدها في جسم القضاء العام إلى الآن لم تطبق، وهذا أيضا وضع القضاء في ترهل. نعم. وأهدر حقوق للناس، وأهدر يعني حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والأسماء التجارية والعلامات التجارية. نعم. طيب نايف عندك تعليق أستاذ نايف؟ أي والله عندي طال عمرك. أنا يعني بالنسبة الآن يوم يقول الأخ إنه الآن هو فرنسي سجلها باسمه الفرنسي. أي. هذا من ناحية. الناحية الثانية هو جاب الأموال هذه اللي بنتها من 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 شركاتها أو من حسابها الخاص. بالعكس هو عملها مع مجموعة إيه بس من شركة بن لادن أو الشركات. لا بس هو الآن أنت تتكلم عن فكرة، يعني أول شيء فكرة الساعة موجودة في برلين موجودة في بريطانيا، يعني ما هي بالفكرة وفي نفس الوقت التنفيذ أنا طرحتها على لا هو بس هو صمم الرجل هو صمم طلب منه طلب الأمانة اللي أخلفت الدنيا ولعبت في الموازين كلها واللي قالت يعني لو طلبوا منك راح تصمم أنا؟ أي. عطني فلوس وأصمم، عطني مبالغ وأصمم. بس هو بيتخصص، أنت متخصص في إيش أستاذ نايف؟ لا مو بس التخصص ولا التخصص. يا أستاذ نايف أنت لا أنت مهندس؟ لا والله أنا ماني مهندس. طيب ما هو يصمم. أنا ضابط ومتقاعد ورأست مجلة لبناء وعمارة المساجد الإسلامية في العالم، وعندي ابتكارات بعد أخرى غير هذه في الأنظمة وفي القوانين وفي، ولكن انا اتكلم عن خصوصيتي وعن ما اطلبه من هالموضوع هذا. الفكره الان سجلت باسم الفرنسي ياسين الشوك، فرنسي من اصل فلسطيني، سجلت باسمه الفكره، واللي اخفاها الامانه امانه العاصمه المقدسه وللاسف، بالاضافه الى اماره مكه اللي رفعوها للداخليه واطلعت عليها زهامات الداخلية قالوا هذا الكلام اللي حصل، وأنصف لي الأمير نايف الله يسكن عظام الجنة. ممكن أسأله بس؟ طيب تفضل. هذا هو. أما مسألة الفرنسي لا جاب فلوس من عنده ولا جاب، حتى أنا أيام تساءلت أنا قلت شلون دخل مكة الفرنسي ذا، قالوا أصله فلسطيني ويمكن مسلم ما أدري عادي. لا إحنا لا ندخل في ذا الزوايا اللي ما تفيدنا ولا تفيد المشاهدين، كيف دخل مكة مو موضوع. ما لها علاقة. لا أرجوك خلينا إحنا ترى على فكرة صح. أنت على عيني وراسي صح. أنا بس أبحث عن حقيقة، بس نبغى نوصل يعني هل لك الحق قانونية؟ يوم يقول الأخ سلطان اللي عندك يوم يقول الكلام هذا اسمح لي سيد نايف خلني أسألك بس بعض الأسئلة. طيب هو بيسألك شوي سيد نايف. أولا أنت اقترحت الفكرة كاقتراح وقدمتها كمقترح مكتوب لأمير المنطقة صحيح؟ قدم ما في براءة افتكار. لا بس أبغاك تجاوبني نعم أو لا عشان الوقت. أنا أعطيتها أكبر رجل في أمارة مكة. طيب الأمير عبد المجيد الله يرحمه قدمت رسومات وأيدها وشكرني، قدمت رسومات لها أو قدمت تصور تخيلي أو تصور بسيط لها؟ أنا قدمت فكرة وجعلت لها وصف إنها ممتاز. إنها مماثلة لساعة طيب ساعة يعني لندن فقط أنت صاحب فكرة لأن لأن أخ سلطان اسمح لي بالله الحين طيب. لا توقيت لندن ترى مو بتوقيت لندن، توقيت غرينتش الكلام على غرينتش، غرينتش مدينة من مدن بريطانيا أو قرية بما معناه. إذا أنا أقول الآن بالتوقيت يوم يتكلمون يقولون توقيت مكة المكرمة. يعني مين يعني إلا فكرة وأيدها في وقته. والله. تفضل. استاذ نايف انت فقط صاحب الفكره. استاذ صاحب علي انا عندي اقتراح لو سمحت. راح اعطيك الفرصه دكتور علي بس نخلص ذا الملف. انت صاحب فكره فقط ولست صاحب التصميم يعني، وبالتالي ممكن يوضع لا اسمك على اسمح لي بس فكرة. تسمح لي لكن عقلي ما اسمح حط اسمه هم نسوا نهائيا. هو يعني ما قدم منسي في القصه يعني ما قدم شيء يثبت ان الرجل صاحب الفكره او انه في بدايه الامر تقدم بموضوع. اذا تحولت الى معاملات من في اماره مكه وارسلت للعاصمه الا يحق له انه يكون برضه موجود في يعني صاحب الفكره صاحب انا ما ادري شو الاسم المكتوب، اعتقد ما هم كاتبين صاحب الفكره، هم يكتبون دائما اسم المصمم صمم تحت اشراف المهندس فلان فلان سواء كان جنسيته كاتبين تصميم ولا فكره يا استاذ نايف. لا طال عمرك
اسامه البار معالي امين العاصمه اسامه البار اللي هو امين العاصمه كتب لا يوجد بيانات تخص المذكور بيانات يعني نفى الورقه اللي كان كاتبها الامير عبد المجيد الله يرحمه اللي هي توقيع الفايز اللي نشرت في جريده الحياه الله يبيض وجيههم. طيب هذا حسب وجهه نظر القانونيه انا ما اشوف لك اي يعني ما لك اي حق في المطالبه هنا الا انك تثبت الفكره وتصميمها بس مساله يعني اهداء الفكره او اقتراحها الجميع يستطيع الاقتراح والله. المعيار في الحقوق الملكيه الفكريه هو في التنفيذ هو خلق الفكره من 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 العقل الى الواقع وبالتالي تصبح ملموسه ويستفيد منها العامل. طيب خليني دكتور عبير كان عندك عطني مليارات مثل ما تعطي بن لادن. طيب. وانا اسوي لك 20 ساعه مو بساعه واحده. طيب دكتور عبير تفضلي. أنا كنت بس حابة أقول يعني الحمد لله بلدنا بتشهد تطور ملموس يعني عالميا على الناحية الاقتصادية مثلا انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية هذا شيء جدا مهم وله علاقة بالملكية الفكرية ونشر الوعي بين الأفراد وبين الطلاب يعني مثلا أنا بشوف كثير طلاب أيام ما كنت في بريطانيا عندهم نقص وعي في الإيثيكال سوري في الملكية الفكرية اللي هي الكوبي رايتس تلاقيه مثلا يعمل البحث تبعه ياخذ مثلا كلام من بحث ثاني ويحطه من غير ما يحط الريفرنس فهذا شيء انا اقترح يعني انه حتى الجامعات السعودية تدرس هذه المادة كمادة تدرس لجميع الطلاب سواء اندر جرادويت ولا البوست جرادويت دراسات عليا او بكالوريوس يعلموهم يدرسوهم ايش هي الملكية الفكرية وايش هو الريفرنسز وانه كل كلمه ان شاء الله حتى يعني سطر واحد لازم تحط المرجع هي صحيح هاي دكتور عبير لانه هذه بتسوي مشاكل نعم في بلاد الابتعاث نعم للطلاب نعم في ناس بيرسبوا في طلبه نعم بيرسبوا هذا يحتاج الى وعي بس احنا نسعى الى تنظيم قانوني لهذا الوضع عشان يعني نايف العنزي يصير يعرف اللي له واللي عليه وعموما طيب بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه الملكيه الفكريه عندنا تنقسم لثلاث اقسام في عندنا حق المؤلف وهذا مرجعه وزارة الثقافة والإعلام وعندنا الملكية الصناعية وهذا مرجعه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وعندنا العلامات التجارية وهذا مرجع وزارة التجارة والصناعة صحيح. يعني طيب في المملكة موجود هذه موجود الأشياء بس تحتاج تفعيل بس حقوق الناس ضائعة يا دكتور عبير حقوق الناس ضائعة في هذا الملف عموما أقول لك ليش حقوق الناس ضائعة تبغى ليش لحقوق الناس ضائعة لأنه ما في أحد يبغى يشتغل كل واحد يعني تلاقيه يقول لك أنا ما لي صلاح طب لو كل مسؤول يقول لك أنا ما لي صلاح البلد كيف تتطور نعم القانون لابد من وجود قانون يحمي الناس كله عموما شكرا لك دكتورة عبير على حضورك يعني الحقيقة فخورين بالمنجزات اللي عملتيها ولعل يعني من حسن الطالع لك ان قضيتك صارت في بريطانيا قلناها واخذتي حقك يمكن لو ما صارت هنا كان الحمد لله كانت الحياه غير سعيده بالنسبه لك قضيه زي قضيتها لها 6 سنوات الان ما قضيه زي قضيه دكتور عبير لها 6 سنوات هي 6 شهور هناك استاذ الجامعه اعتدى على بحث طالب 6 سنوات الى الان ما انتهى امام وزاره الاعلام لها 6 سنوات لم تنتهي نعم استاذ نايف احنا متابعين بنتابع معك الملف ان شاء الله في الايام الجايه ويصير بيننا تواصل نشوف وين صارت قضيتك شكرا إن شاء الله. هو بكره ان شاء نعم بكره ان شاء الله في عندي جلسه في محكمة الجزائية في مكه ان شاء الله نعم نشوف ان شاء الله ربي يوفقه وينصره نعم جميعا شكرا لضيوفي الاستاذ نايف العنزي دكتور عبير النمنكاني شكرا للاستاذ سلطان العنزي الحقيقه على حضورك وان شاء الله ايضا نكمل في هذا الملف باذن الله شكرا. نعم اليوم شفنا مقارنات قانونية في بلدين مختلفة كيف تم التعاطي فيها موضوع الملكية الفكرية كلام طويل ويحتاج إلى حلقات أكثر راح نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل أهلا وسهلا بكم من جديد وافقت وزارة الداخلية أخيرا على فتح مكاتب لحقوق الإنسان في السجون الرئيسية 5 للمباحث من أجل متابعة أوضاع الموقوفين والاطمئنان على حالهم في حين أصدرت الوزارة بيان وزارة الداخلية قالت فيه يعني ملخص الموضوع أن قضايا الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع للإجراءات العدلية
وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق البعض منهم، فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة. وقال البيان أن الموقوفين يتمتعون بجميع حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان السعودية والجمعية الوطنية أيضا لحقوق الإنسان. ونبه البيان إلى أن جميع الموقوفين وأسرهم يحصلون على النفقات المالية لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية طبعا والصحية والتعليمية. طبعا الوزارة خصصت لذوي الموقوفين وأسرهم مكتب خاص للتواصل معهم وتلمس الاحتياجات حسب ما ذكر البيان، والعمل على أيضا توفير مطالب الناس. طبعا الحقيقة البيان يعني أكثر من يعني بهذا ملخص، في تفاصيل كثيرة راح نتكلم عنها. بنشوف في ناس إلى الآن موجودين بس ما يعني ما في محاكمة لهم، وفي ناس لا فعلا في محاكمة. مبرر راح نتكلم عن 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 مبررات صدور مثل هذا البيان. أيضا راح نقول لكم أيضا ما قاله لبرنامج أهل المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي. لكن خلونا نشوف هذا التقرير لخالد الفرحان ثم نعود للنقاش. مقاطع مصورة في شبكات الانترنت ووسائل الإعلام تعبر عن تجمعات صغيرة في أماكن مختلفة تطالب بإطلاق سراح سجناء محكومين ومتهمين بارتكاب جرائم إرهابية. ووزارة الداخلية تحذر في بيان لها من استغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة بهدف تأجيج الفتنة وتزييف الواقع، مؤكدة في الوقت نفسه على التعامل بحزم مع المشاركين في هذه التجمعات. وزارة الداخلية تقوم بواجبها، واجبها الأساسي هو حفظ الأمن والنظام، ومن يثير الشغب ويثير ويخل بالأمن توقفه وزارة الداخلية كائنا من كان، سواء كان من طائفة هذه الطائفة أو تلك. يعني هو الأمر ليس وقفا على فئة معينة من أبناء هذا الشعب، لكن هذه الوزارة تقوم بحفظ الأمن والنظام واستتباب السلم الوطني. يأتي بيان وزارة الداخلية ليؤكد أهمية احترام الإجراءات العدلية وعدم استغلال هذه القضايا من قبل ضعاف النفوس المتاجرين بقضايا المعتقلين لتمرير أجندة خارجية. قضية المعتقلين الخارج والداخل يهمه بشكل كبير جدا أن تحل هذه القضية، لأنها قضية المعيار الإنساني فيها مرتفع جدا. نحن نتكلم عن أناس لا تتوفر لهم أدنى درجات المعايير الإنسانية العدلية، وبالتالي التعامل في هذه القضية لا يكون بناء على المصلحة بقدر ما هو بناء على الرغبة الإنسانية في إنهاء هذا الملف. الداخلية تضمن بيانها ما يتمتع به جميع الموقوفين من كافة الحقوق الشرعية والنظامية والإنسانية، مؤكدة دعمها المستمر لذوي الموقوفين وأسرهم. لبرنامج أهلا، خالد الفرحان، جدة. شكرا خالد لمناقشة الموضوع. يسرنا نرحب بضيفنا المحامي المستشار القانوني الخبير في الشؤون الجنائية الدكتور سعد الوهيبي. أهلا وسهلا بك دكتور سعد. أهلا وسهلا، شكرا لحضورك. أيضا معنا على الهاتف رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني. أهلا وسهلا بك دكتور مفلح. أبدأ معك دكتور سعد، مبررات هذا البيان هو خروج الناس كما شفت في التقرير. أول شيء قانونيا في السعودية هل يعتبر ما فعله الناس يعني من تجمع أو تجمع سلمي أو يعني لافتات يعني تعبر عن شيء داخلي ولكن بدون إيذاء، هل هذه يجرمها القانون في السعودية؟ تعتبر مخالفة للقوانين أم أنه أمر سلمي؟ إذا كانت مظاهرة سلمية أو احتجاج سلمي أو اعتصام سلمي كما يحدث عالميا الناس لا تراه جريمة، في السعودية ما هو الوضع القانوني؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. دعني أستاذ علي نفرق بين
السلمي وغير السلمي. السلمي تحدث عندنا أحيانا تجمعات منسوبي مثلا شركة الاتصالات قبل يومين كان عندهم تجمع ولم تتدخل الداخلية في هذا الأمر، لكن عندما يكون التجمع هو الهدف منه هو جعل الفتنة واستعمال النساء والأطفال لهذه الفتنة، معنى هذا ماذا؟ أن هناك أيادي خارجية تقوم بزرع هؤلاء الأشخاص. احنا لا نقول أن ليس لهم أبناء داخل السجون، ولكن الأبناء الذين داخل السجون لم تكن محض الصدفة، هي حدثت لوقوع أعمال خاصة وتجرم شرعا. وبالتالي المسألة كما رأيتنا في التقرير اللافتات التي تقول 26 عاما و16 عاما، الجرائم الأمنية في بعض الدول الخارجية عقوبتها الإعدام، الإعدام ما هي بسجن. وعلى فكرة المتهم الأمني عندنا في القضايا الأمنية يمكن له أن يقوم بتوكيل محامي، لأن أنا سمعت بعض الادعاءات يقولون أن لا إحنا المتهم الأمني عندنا ليست له المرافعة وليست له كذا إطلاقا، ويمكن أن تتأكد من هذا داخل المحاكم الأمنية. بس هذا صار في الفترة الأخيرة ولا من زمان؟ لا لا لا، هو الفترة يعني شوف دكتور سعد، مثلا البيان يتحدث ذكر أسماء وبعدين يعطيك الحكم، لكن مثلا في أسماء لم تحاكم حتى الآن، يعني هذا اللي قال 16 إذا كان 16 يعني محكوم مثلا ب 16 سنة، دعني أوضح لك هذا الجزئية، لكن إذا كان 16 سنة ولا 5 سنوات ولا سنتين حتى لم يحاكم هذا الشخص. سيدي الفاضل، القضايا الأمنية تختلف عن أي قضية في العالم، عن أي قضية، وأعطيك دليل واقعي. أكبر الدول الديمقراطية التي يعتقد الناس أنها ديمقراطية عندها غوانتنامو، ولا أنا غلطان؟ هل تحاكموا لحد الآن؟ ولهم يمكن 20-25-30 سنة. القضايا الأمنية متشعبة ولها أبواب وفروع، يعني يأتي مثلا القبض على شخص فبالتالي يقوم بالاعتراف على أشخاص آخرين وهكذا. طيب. لكن معليش اسمح لي، أنا أرغب في توضيح للسادة المشاهدين أن فترة التوقيف تخصم من المحكومية عندما تأتي المحاكمة. طبعا طبعا، لأن الحكم ينص على من تاريخ توقيفه، وبالتالي سنة 12 بأثر هو بأثر رجع. نعم طيب، بس أنت جبت طاري الاتصالات اللي تظاهروا، طبعا احنا في ياهلا من سنتين يمكن ولا سنة لما تظاهروا احنا يعني خطيناه ودائما متابعين ذا الملف. بقول لك شيء صار، يعني عشان اقول لك كيف يعني القانون عندنا شوي، وهذا يعني دائما قاسم مشترك في حلقتنا الليله في كل مواضيعنا. ما حدث ذاك في بعض ربما الموظفين او بعض الشخصيات اخذت هذا تسجيل حلقتنا والدوله الداخليه وقالوا هذولا يهيجون الراي العام. الداخليه كانت واعيه الحقيقه ما قالش، بس ايضا هناك شخصيات تعتبر ذلك تهيج للرأي العام عندما يظهر الناس وعندما أنت واكبها حتى تغطي. فأيضا أعيد وكرر أنه القانون راح أخليك تعلق هذه النقطة، لكن الحقيقة معي الدكتور مفلح. دكتور مفلح مساك الله بالخير. حياكم الله، أهلا وسهلا. كم تبلغ مكاتب حقوق الإنسان داخل السجون السعودية، وما هي آخر التطورات اللي أو آخر الجهود اللي عملتها الهيئة تجاه المسجونين، سواء مسجونين الرأي أو اللي متهمين بالضلوع في قضايا تخريب أو إلى آخره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أمسي عليكم وعلى ضيفكم بالخير. وفيما يتعلق بحقيقة في البداية نقدر لوزارة الداخلية ونثمن لها في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان موافقتها وعلى افتتاح إيجاد مكاتب للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جميع سجون المباحث الرئيسية في المملكة، وهذا يمكن الجمعية حقيقة من التواصل مع السجناء بشكل مستمر ونقل ظروفهم و متابعة قضاياهم إلى أسرهم وإلى أيضا الجهات القضائية والعدلية الأخرى، لأن هناك اعتقاد أن كل الأمور لدى وزارة الداخلية ولدى الجهات الأمنية المتعلقة بهؤلاء السجناء أو الموقوفين، وهذا غير صحيح. في كثير من الأحيان قضاياهم أو أغلبهم الآن أصبحت قضايا مرتبطة بالجهات القضائية وهيئة التحقيق والإدعاء العام. أما فيما يتعلق ب موضوع الأعداد، فإحنا ذكر خلال الفترة الماضية كان هناك زيارات للجمعية لهذه السجون والالتقاء بالسجناء ومعرفة أعدادهم في كل سجن
وكان هناك وسائل إعلام تروج لأن الأعداد بالعشرات الآلاف وما إلى ذلك، والحقيقة أن في العدد كان في تلك الفترة لا يزيد أو يقترب من 4800 أو شيء من هذا القبيل. وخلال العام الماضي حقيقة كان هناك حركة في الإفراج عن عدد لا بأس به من هؤلاء السجناء، يمكن وصل إلى حدود 2000 سجين، سواء منهم من خرج بشكل نهائي أو من خرج تحت المحاكمة، أي بمعنى أفرج عنه بكفالة ويحضر لجلسات المحاكمة بين حين وآخر. فيما يتعلق بموضوع ممارستهم لحقوقهم، لا شك أننا أصدرنا تقرير في حينه وبينا أن هناك عناية فيما يتعلق بهذه السجون من حيث تقديم الإعاشة والطبابة و الزيارة وما إلى ذلك، لكن كان لنا بعض الملاحظات المتعلقة بطول الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة، وطلبنا أن يكون هناك استعجال في هذا الجانب بحيث أن الأسر تعرف المحكوميات الصادرة بشأن أبنائها، وإذا كان هناك أشخاص قرر بهم أو دخلوا في مثل هذه القضايا المتعلقة الأمن الوطني بشكل من غير بينة أو كان لهم أهداف للقتال خارج المملكة أو ما إلى ذلك، لا يؤخذ ذلك بالاعتبار وأن يكون هناك إفراج لهم تحت الكفالة ريثما ينظر في أمورهم. نعم. الحقيقة أن وزارة الداخلية حتى الآن وفقت، ونحن نشكر سمو الأمير أحمد وسمو الأمير محمد في هذا الجانب، وقبلهم كان سمو الأمير نايف رحمة الله عليه، وفقت في التوفيق بين معيارين متعارضين، المعيار الأول اللي هو المحافظة على الأمن، والمعيار الثاني اللي هو المحافظة على حقوق هؤلاء السجناء. لا شك أن هناك مشكلة حقيقية تكمن بالنسبة لبعض السجناء إن لا يطلع أسرته على ما ارتكب أو ما وجه له من تهم، وبعض الأسر تتفاجأ عندما تأتي إلى الجمعية ويكون هناك ردود من وزارة الداخلية بشأن قضاياهم ويطلعون عليها، يكون هناك مفاجأة، يقول لم نعلم أنه سافر، لم نعلم أنه امتلك هذه الأشياء، لم نعلم أشكرك كذا. نعم أشكرك دكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية، عشان الوقت داهمني شكرا لك لتلبية الدعوة. بس بقول ما قاله المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي لبرنامجنا يا هلا قبل قليل، يقول أن بيان الوزارة يعتبر إيضاح للحقائق ذات العلاقة بقضايا المتهمين بجرائم الفئة الضالة والتي يسعى البعض إلى تزييفها وجعلها شأنا عاما لاستغلاله بالتحريض على مخالفة التعليمات للتجمع والتشكيك بالإجراءات العدلية والمطالبة بإطلاق سراح موقوفين صدرت بحقهم أحكام قضائية أو يمثلون أمام القضاء باتهامات تشمل ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة المئات من الأبرياء دون أي مراعاة للنصوص الشرعية الإسلامية التي حرمت قتل النفس إلا بالحق أو للإجراءات العدلية التي يطلع ذو القتلى والمصابين إليها القصاص لهم ممن ارتكبوها، ومشاركة النساء والأطفال في التجمعات التي تم التعامل معها دليل على انتهازية هؤلاء في استغلال مكانة المرأة في المجتمع السعودي وغريزتها العاطفية، وكذلك ضعف معلومات وخبرات الأحداث والأطفال للتغرير بهم في أمر واضح لمخالفة الأنظمة وإحراج رجال الأمن في التعامل معها. تعليق على البيان، وأيضا هل يعني هناك فعلا في ضبابية في طريقة التعامل مع المتظاهر أو المحتج؟ يعني أيضا القانون عندنا في هذا الموضوع ليس واضح، يعني ليس واضح. هل ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى سن قوانين في هذا الجانب، خصوصا في الفترة الحالية الأمور تتغير وأيضا المجتمعات حولنا تتغير؟ نعم إطلاقا، يعني أنا أقول أنه ليس هذا الوقت المناسب، هذه ناحية. العالم كله بأجمعه يمر بفترة عصيبة جدا، هناك دول مجاورة لنا كانت تطالب بالحريات وأصبحت الآن تطالب بالأمن وتقول لا نريد لا مأكل ولا مشرب ولا ملبس وإنما نريد الأمن. هل تعتقد أنه أنا وياك كمواطنين نرغب في الوصول إلى هذه الحالة؟ مستحيل مستحيل. التعبير عن الرأي له آداب، الشريعة الإسلامية على فكرة لم تترك شيء لم ترد فيه نصوص واضحة. لا وما احنا خلافنا ما هو على الشريعة، احنا خلافنا أن القانون يكون واضح. وبعدين القانون ترى هو اللي يحمي، هو اللي يجيب الأمن وهو اللي يحمي الناس
مهم جدا. انا ذكرت في بدايه الحلقه ان هناك تظاهرات معلوم نواياها وانها مدسوسه من دول اخرى وكلنا نعلم هذا. ذكرت انا في برنامج قبل عامين من الان ان المملكه العربيه السعوديه سوف تتعرض لهجمه على النساء. على النساء ليش؟ لانه مؤسسات تخريبيه كثيره جدا لم تستطع ان تقوم بعمل اشياء في المملكه العربيه السعوديه لكون ابناء هذا الوطن تصدوا لها. نعم. فلجؤوا لماذا؟ للمراه. لأن المرأة عاطفية ويمكن أن تنساق بشكل أو بآخر. سيد دكتور سعد، الآن ليش الناس جاهزة؟ لأنه الموضوع أنت الآن تتحدث عن نوايا. إحنا خلنا من محاكمة النوايا، إحنا نبغى قانون واحد زائد واحد يساوي اثنين حتى يرتاح الحاكم والمحكوم. يعني سواء من قال أنه الإرهاب سواء في 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 معتقلي الرأي أو في أو الناس اللي الفئة الضالة، يعني لابد أن تكون الأمور واضحة. أستاذ علي، الإرهاب أنا أتحدى أي دولة تكون لها تنظيمات للإرهاب. عملية القبض والحبس تأتي أحيانا تأتي ناتجة عن معلومات أو تأتي بالمصادفة على سبيل المثال، وحدثت وسوف تحدث وإلى أن تنتهي هذه الفئة إن شاء الله. القصد هو هل أقوم بتنظيم ماذا؟ أقوم بتنظيم أن شخص قتل نفس بلا ذنب وذويه لم ينتبهوا له أثناء تربيته وتركوه، وبالتالي أقول أن هؤلاء تنظم علاقتهم مع السجين، قد تكون مقابلتهم للسجين فيها إبداء معلومات أو ما شابه ذلك. المسألة ليست مسألة شخصية، المسألة مسألة مجتمع، ابني وابنك وبنتي وبنتك، وبالتالي يحق للحاكم في هذه الحالة أن يتبع أي إجراء لدرء. نعم. هذه المفاسد. شكرا لك دكتور سعد الوهيبي على يعني تشريفك لنا وحضورك معنا. شكرا الحقيقة للدكتور مفلح القحطاني. شكرا لكل الضيوف اللي مروا معي في حلقة الليلة. ألقاكم غدا. شكرا دائما لأنكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا. في أمان الله.